بيقول لك ايه at a certain distance from a point charge، يعني عندك point charge كده اهو تمام Q، والنقطة هنا اهو على مسافة معينة. مديك الماجنتيود بتاع الالكتريك فيلد تمام ماشي، مديهولك ايه كماجنتيود، ومديك الالكتريك بوتنشال بتاعك نيجاتيف ايه 3 كيلو فولت. عايز يعرف الديستنس بتاعت التشارج عن التشارج دي يعني، وعايز يعرف ايه الماجنتيود بتاع الايه التشارج دي نفسها ايه بكام. خلاص ماشي، يبقى هو عايز يجيب الايه الار اللي بين الشحنه والنقطه اللي هو بيتكلم عليها، وعايز يجيب الايه الماجنتيود بتاعها. فهو مديني معلومتين، اول معلومه خالص مديني ان الماجنتيود بتاع الايه الالكتريك فيلد هو بكام، هو عباره عن كي اي كيو على الايه الار سكويرد. ده هو مديني ايه القيم دي كلها، الكلام ده مديها لي بكام 500، ودي ايه كده واحد. طب ماشي، ايه الحاجه التانية هو مديها لي؟ مديني ان الايه البوتنشال بكام، اللي هو كي اي كيو على الار بقى مش ار سكويرد، خلي بالك بيساوي كام، بيساوي نيجاتيف 3 تايمز 10 تو ذا باور 3. دي اللي هي الايه المعلومه التانية. خلاص يا معلم، اقسم الايكوشن التانية على الايكوشن الاولانيه ماشي، وتعرف تجيب الايه الار، هتلاقي ان الار هيطلع لك بكام، ب 6 متر. تقول لي النيجاتيف ومش النيجاتيف، فاكس خد الماجنيتيود بتاعك وايه وتعامل عادي ماشي. يبقى كده الار بايه ب 6 متر. طب والكيو بقى نفسها، خلاص عوض بقى في الايكوشن التانية بال 6 متر دي، هيطلع لك الكيو بكام، هيطلع لك كيو بي سالب 2 في 10 اس سالب ايه 6 كولوم. والسالب ليه؟ لان هو اصلا اوريدي ان هو كان بيديك بوتنشال ايه بالسالب، فانا البوتنشال السالب ده انا عرفت ان ايه الشحنه بتاعتي لازم تطلع هي كمان ايه تطلع شحنه سالبه.